هلا والله شباب، من شهر تقريبا سافرت لبرلين بألمانيا لأغطي أكبر معرض تكنولوجيا بالعالم الإيفا أو الإيف إيه. خلال رحلتي للإيفا شركة أيسر دعوني للقسم الخاص فيهم بالمعرض لأغطي أجهزتهم الجديدة، وكان قسم جدا كبير بأجهزة ألعاب مجنونة. فحاليا رح ورجيكم منتجاتهم الجديدة اللي ما لها علاقة بالألعاب بشكل جدا سريع، وبعدين رح نركز على قسم الجيمينج. وصدقوني في أشياء عجيبة، نفس الجهاز بثلاث شاشات اللي شايفينه قدامكم حاليا. فيلا خلنا نروح على التغطية. وهون عنا أجهزة الديسكتوب، مو كمبيوترات جيمينج، لا كمبيوترات منزلية مثل ما شايفين، عبارة عن شاشة، فقط الشاشة فيها الكمبيوتر وفيها كل شيء. واللي شايفينه قدامكم حاليا هي أجهزة أسباير سي، في زد وفي يو، كلها اختلاف بالأحجام والمعالج وهالأشياء. بعدين فيها البروجيكتر من أيسر. هالبروجيكتر فيه فكرة رهيبة للاجتماعات ما أظن أي شركة عندها إياها، اللي هي إنه البروجيكتر يتوصل بقاعدة وايرلس، وبعدين هالكرات البيضاء مثل ما شايفينها تكون قدام كل واحد باجتماع وموصلة على جهاز اللابتوب أو موبايل. ومجرد ما واحد يضغط على الشيء الابيض هاد، البروجيكتر راح يتحول لشاشته. فاذا كنتوا باجتماع كل شوي واحد يضرب على الشيء الابيض، والبروجيكتر يتحول لعنده ويعرض الشيء اللي بيعرضه. فكره خرافيه. وبعدين عندنا هالبروجيكتر الوايرلس، بروجيكتر محمول. تخيل بروجيكتر تاخذه معك تروح على اي مكان، طالع مع اصحابك حديقه او اي شيء، توصله على جوالك، تروح تعرض على اي حيط وتشوفوا فيلم او اي شيء تبوه. شيء رهيب. بعدين هون عندنا لابتوبات ايسر كروم بوك، في عده انواع، وعندنا لابتوبات الاسباير كمان مع عده انواع، كلها بتختلف على حسب المعالج، كرت الشاشه وغيره. والابجريد حاليا انه كل اجهزه الكروم بوك فيها جوجل اسيستنت. والغلط اللي بيسويه اي واحد يبي يفتح قناه على اليوتيوب هو انه بيجيب لابتوب جيمنج او جهاز جيمنج ليعمل اديتنج. هل شيء غلط؟ لانه في اجهزه مخصصه للاديتنج، ومن ايسر عندهم اجهزه كونسبت دي مثل ما شايفينها قدامكم حاليا، اجهزه موجهه للكرييترز او المصممين، فيها كروت شاشه كوادرو، في ار تي اكس. وبايفا هالسنه اعلنوا عن جهازين جداد اللي هم دي 5 ودي 7 برو. واخر شيء خلينا نتكلم عن اهم شيء اللي هي لابتوبات سويفت، في سويفت 3 وسويفت 4. هي اخف وانحل لابتوبات بالعالم بشاشه 14 انش، تدعم كروت شاشه انفيديا ام اكس، فراح يشغل لك العاب نفس فورتنايت وكاونتر سترايك، وشحنه بيضل فوق ال 12 ساعه. وحاليا خلينا نتكلم عن الجيمنج، خلينا نتكلم على اجهزه ايسر بريدتر. طبعا شباب مثل ما شايفين في اجهزة مجنونة، كتير اشياء خاصة بالجيمينج بقسم ايسر بريدتر، فما رح اغطيهم كلهم، رح اغطي الاشياء اللي اظن رح تهمكم. واول شيء هو لابتوب ايسر بريدتر تريتون 300. ليش ركز على هذا اللابتوب بالذات؟ لانه هذا اللابتوب اظن مناسب للكل، مواصفاته خرافية وسعره جدا كويس. هذا هو اللابتوب انتم شايفينه قدامكم، اللابتوب فيه 9 جن كور اي 7 بروسيس، وفيه كروت شاشة انفيديا الجديدة اللي هي جي تي اكس 1650. وسعر اللابتوب بين 5000 و6000 درهم او ريال سعودي، او ما بين 1500 و2000 دولار امريكي. وفي لابتوبات بريدتر هيليوس، في هيليوس 300، هذا سعره جدا رخيص، تقريبا 1000 دولار امريكي او ما يقارب 4000 درهم او ريال سعودي. وفي كرت شاشه جي تي اكس 1660 تي اي. ومن شوي قلت لكم انه ايسر بتفتخر انه عندها انحل لابتوبات بشاشه 14 انش اللي هي لابتوبات السويفت. حاليا عندنا من اضخم اللابتوبات الجيمنج اللي شفتها بحياتي، واللي هو لابتوب بريدتر هيليوس 700 مثل ما شايفينه قدامكم، شكله لحاله رهيب. طيب ليش هاللابتوب ضخم؟ لانه فيه كرت شاشه ار تي اكس 2080 اللي هو من اقوى كروت الشاشه الموجوده بالعالم، موجوده جوا هاللابتوب، 9 جنريشن كور i9، وشاشة اللابتوب 144 هرتز فول اتش دي. واو. وفي شغلة بسيطة اظن ما انتبهتوا لها لازم اخبركم عليها، واللي هي الكيبورد. مثل ما شايفين الكيبورد فينك ترجع لورا مثل ما شايفين بشكل خرافي. لما ترجع الكيبورد لورا بتعطي مجال للمراوح انها تاخذ راحتها وتهوي اللابتوب. اذا بدك تشغل اي لعبة عشان تلعب لازم ترجع الكيبورد لورا عشان تعطي فرصة للمراوح تهوي اللابتوب براحتها، وبالتالي تلعب بدون لا يحمل اللابتوب وبدون ما تواجه اي لاج. في كثير شركات العاب بتحط لك نظام مائي باللابتوب، ولا بتحط لك نظام هوائي جديد بشكل انه ما يحمى، وكل معظمه يفشل ويحمى اللابتوب. فايسر قالوا لا، نحن راح نضل على نظام الهوائي القديم، بس لقينا فكره جديده بشكل انه بس تلعب رجع الكيبورد لورا عشان المراوح تاخذ راحتها ولابتوبك يضل بارد بكل رياحه. واخر شيء من بريدتر في البي سي او الديسكتوب الجاهز باسم اوراين، في عده انواع موجوده بالوصف. اذا انت من الناس اللي ما عندك خبره انك تجمع بي سي وما تعرف، فينك تشتري بي سي جاهز مثل ما هو مجمع، وفينك تغير عليه بالمستقبل لو مثلا نزلت كروت شاشه جديده، فينك تغير عليها بكل بساطه. في عده انواع لاجهزه اوراين كلها موجوده
بالوصف. وعندنا مثل ما شايفين من البريدتر شاشات الجيمينج، هاي الشاشة 4K 42 بوصة، في شاشة كيرف وفي شاشة 27 بوصة، كلها من بريدتر وكلها 4K. بعدين عندنا هالشيء المجنون بريدتر ثرونوس اير، او اللي اسميه انا عرش الالعاب. هذا العرش هو عبارة عن بي سي جيمينج من بريدتر ايسر، وموصل بثلاث شاشات وكرسي متحرك. مو بس متحرك لا، وكرسي حساس. اذا كنت عم تلعب العاب سيارات راح يتحرك معك يمين يسار على حسب حركتك، ولو عم تلعب لعبة حرب وحط طلق عليك راح تحس بالكرسي انه عم يطلع لك كدمات عليه خفيفة تشعرك بالطلقات. شيء رهيب. لعبت عليه لعبة سيارات اظن فورزا او بروجكت كارز، وصدقوني والله شعور مختلف، بتحس حالك من جد جوا عالم اللعبة، بتنسى انك قاعد بلعبة بالكامل، شعور لا يوصف. واخر شيء عنا اجهزة النايترو. تحت شركة ايسر في اسمين للجيمينج او براندين، نايترو وبريدتر. بريدتر تكلمت عنه من شوي، يعتبر نوعا ما مستقل وهو الاساسي للجيمينج عندهم، ونايترو كمان للجيمينج سب براند تحت ايسر. عندهم كمان لابتوبات جيمينج، شاشات، كيبوردات وكتير اشياء. ما رح ادخل بالتفاصيل، لو بدك تعرف معلومات اكثر شيك اللينكات الموجودة بالوصف. وبكذا نكون خلصنا من التغطية. اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تشاركونا بالتعليقات ارائكم عن التغطية. هي اول مرة اسوي تغطية بهالشكل، اني اروح معرض واغطي الاجهزة اللي فيه والاشياء اللي لها علاقة بالالعاب. ما سويت فيديو قبل هيك بهالنظام، فاتمنى اذا عندكم اي اراء اي شيء اتمنى تكتبوا لنا اياه بالتعليقات. وبس كان معكم شركية بشركة كيشكم، ديها التاني ان شاء الله. مع السلامة.